شد دقنك فوق، ده البوزيشن الاوبتيمال. تمام كده، انت هنا كده والعيان شد دقنه على الاخر، فاحنا شايفين هنا في البلين دوت دي ثايرويد جلاند اهيت، ولاتر ليها في كاروتيد شيز. كاروتيد شيز دي فيها ايه؟ فيها الانترنال جوجلر فين والكومن كاروتيد ارت. This is the internal jugular vein والكومن كاروتيد ارت. واحنا هنا كده هنعمل بريشر صغير خالص اللي بيقفل الفين. تمام كده، الارتري سايز بتاعه بيتغير؟ لا، مش كومبريسبل. يبقى الفين ده كومبريسبل، والفين كومبريسبل معناه انه ايه؟ انه بيسنت فين. تمام كده، هنحط كولر فلو. الكولر فلو بتاعنا جري سكيل اهوت. تمام كده، بيقول لك البلاد اللي جاي لك لونه احمر واللي رايح منك لونه ازرق. طب انا عملت انفرت، يبقى ايه اللي حصل؟ البلاد اللي جاي لك لونه ازرق وايه؟ واحمر. تمام. طيب احنا هنا كده الجري سكيل، سوري الكولر سكيل دوت اوبتيمال فور ذا كاروتيد ارتريس. هنبص عليه كده نلاقي ايه؟ 30. الايه الرينج بتاعي من ماينس 30 النورمال، وانا بشتغل في الكاروتيد ارتريس بخليه حوالين ايه؟ حوالين 24. تمام كده، فانا هقول له السكيل قلله شويه اهو بين ايه؟ 25 كويس. تمام، فده الاوبتيمال سكيل اللي انا بشتغل فيه، ناقص 25 لغايه 25. تمام كده، بعد كده احنا قلنا هنعمل ايه؟ هنبص على الارتريز. اهم حاجه في الارتري تشوف الحته بتاعت البايفوركيشن، اكتر حته بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها سينوزس واثيرومز. انا في اس اهو هطلع سنه 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 لسه طالعين. في بايفوركيشن حصل؟ لا، هنا اهو سايد بايفوركيشن، هاني عنده هاي بايفوركيشن، البايفوركيشن بتاعه عالي فوق خالص. تمام، ذيس از سايد اوف بايفوركيشن. هنحط كلر فلو. انت كويس لغايه دلوقتي؟ كويس، هنشوف لك عروس باقي لك وقت. تمام، this is the site of bifurcation. طب انا مش عندي فلو، طب انا هعمل ايه عشان اشوف فلو جواه؟ احاول اعدل السكيل بتاع الانجل كده، عندي سكيل بس ظهر لي ايه؟ ظهر لي site of bifurcation. تمام كده بس، وانا هنا كده هعمل ايه؟ هعمل اجيب ls عشان تسلم لي. طيب الكلام ده كله في مشكله عندي علشان الايه؟ علشان الكهرباء بتاعت الجهاز. انا هعمل حاجه ظريفه بس يعني دي ايه؟ مش هنعملها الا لما نكبر شويه، يعني انتوا مش هتعملوها الا لما ايه؟ لما نكبر تتعود شويه على بصوا انا بس مبدئيا هنقيس ايه؟ هنقيس الانتيما ميديا كومبلكس ثيكنس. فين الانتيما ميديا كومبلكس ثيكنس؟ احنا بنقيسه في الوول البعيد عن البروب، يعني ده وول وده وول. هنبص هنا كده هنلاقي في لاين لونه ايه؟ ابيض ايكوجينيك، وتحته اسود وبعدين ابيض تاني. تمام كده، احنا ايه الانترميديا ثيكنس؟ الانتيما البيضة والميديا السوداء، يبقى احنا هنقيس ايه؟ اسود والابيض اللي جوه. تمام كده، يبقى هنقيس الانترميديا ثيكنس. انا قلت له قيس اهو يا عم، قيس قال لنا ايه؟ 0.5. يبقى نص ايه؟ نص من ده نورمال، ده نورمال لغايه 8 من 10 كويس. تمام كده؟ تمام. طيب احنا هنطلع لفوق شويه ونحاول نبص على البايفوركيشن تاني بالبروب دوت، انا مش شايفه كويس. تمام؟ هقول لكم هنعمل ايه بعد كده. خلينا بس الاول ايه؟ احنا بنمشي كده لغايه ما نحصل ما نوصل بايفوركيشن. تمام؟ هنعمل ايه تاني؟ احنا عندنا في حاجه اسمها فيرتبرال سيستم، ده ما بيكملش الفحص بتاعنا اللي فانا وانا ببص على الكومن كاروتيد ارتري ببص على الفيرتبرال ارتري في نفس البلين. ازاي في نفس البلين؟ لو جينا عند هني كده هنلاقي ايه؟ في حاجه اسمها ستيرنوماستويد ماسل. انا عندي البوستيريور بوردر بتاع الستيرنوماستويد ماسل، وبعمل ايه؟ وهانجل البروب لقدام، هنلاقي مين اللي طلع لنا؟ ده الكاروتيد وده الانترنال جاجولار فيه. يبقى تاني وانا عند البوستيريور بوردر وستيرنوماستويد ماسل. تمام، هانجل لقدام الاقي ايه؟ حلو جدا، الانترنال جوجلر فين وايه؟ وكومن كاروتيد ارتري. شايفين ده لونه ايه؟ احمر. احمر، حلو جدا. هانجل لورا في نفس البرين واحنا واقفين هنلاقي ايه؟ هنلاقي فيرتبرال ارتري اند فين. دي مين؟ ده الترانسفيرس بروسيس بتاعت الفيرتبرال بتشادو علينا. بس انا في نفس البلين وانا موقف البروب، لا حركته فوق ولا حركته تحت، ورا البوستير وبرده ثلاث سنين فيهم مصايب. انجلت لقدام لقيت صاحبنا ده لونه احمر، انجلت لورا
لقيت صاحبنا ده لونه ايه؟ احمر. كويس كده؟ معنى ان الاثنين في نفس اللون يبقى الاثنين واخدين نفس الدايركشن اوف بلاد، يبقى البلاد جاي عندي ايه؟ عليا، جاي عليا في الايه؟ في الاثنين. تمام كده؟ هنعمل ايه؟ هنبص على الفلو باترن بتاع الفرتبرال ارتري علشان هنقول بعد كده ان هو ده الفرتبرال ارتري ده كومن كاروتيد ارتري صغير، كومن كاروتيد ارتري صغير نفس الفلو باترن. تمام كده؟ تمام. احنا لقينا ايه بقى؟ ده المنظر ده اسمه لو ريزيستنت فلو باترن. يعني ايه لو ريزيستنس؟ يعني في السيستول البلاد فلو عالي وفي الدايستول البلاد فلو عالي. اما نيجي نقيس حاجه اسمها دايستوليك سيستوليك ريشو هنلاقيها ايه؟ هنلاقيها عاليه لان الدايستول عالي. هنبص على حاجه اسمها الريزيستنت اندكس هنلاقيها تحت الايه؟ 0.74. تمام كده؟ علشان ده نورمال فيرتبرال ارت. ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش اوكلوجن فوق. تمام كده؟ تمام. احنا بنسجل صح؟ اه. طب ماشي. ما حدش سجل يا جماعه لما يقول يعني عرفوني. ماشي. فاحنا دلوقتي جبنا ايه؟ جبنا الفيرتبرال ارتري ومع الفيرتبرال فين على الناحيه الايه؟ عند الليفت سايد. عرفنا نجيبه ازاي؟ ادينا هتتحط فين؟ وقلنا اللو الفلو باترن بتاعه بيبقى شكله عامل ازاي؟ تمام؟ تمام. انا لسه لغايه دلوقتي ما جبتش مين؟ ما جبتش البايفوركيشن. انا هشتغل بالبروب الكومنس. تمام؟ وهقول له ادي هات لنا يا عم البروب الكونفكس اللي هو انهي ده تقريبا ولا ده الفور دي؟ اه ده الفور دي. خلينا دوت هو ده الكونفكس تقريبا. تمام. وهقول له شغلني فاسكولار وهقول له شغلني كاروتيد. تمام. ونفس اللي عملته بالبروب السوبرفيشال هعمله بالبروب الكونفكس بس ايه؟ بس ممكن اقلل الدبس شويه. ما عليك. ده ايه؟ ده دي الثيرويد وده ايه؟ كاروتيد. انا بس هعمل ايه؟ هعمل كده عشان اوريكم الحته بتاعت البايفوركيشن. حطينا البروب هنا وهناخد هنقول له يا عم ورينا الفلو بتاعك عامل ازاي؟ This is the internal والاكسترنال. نعرف؟ هنعرف منها من الفلو باترن دوت. نعرف ازاي؟ نشوف له برانشات. لو ملوش برانشات يبقى مين؟ يبقى انتر. طيب انا مش عارف اشوف له برانشات ولا ما اشوفوش برانشات. طيب انا هروح اعمل ايه؟ الويف. دكتوره قالت لنا الويف. هروح حاطط عليه جالي ايه؟ الويف. انا بس هانفرت. تمام كده؟ لا لسه والله انا ما اعرفش الانترنال ولا الاكسترنال. انا لسه مش شايف. هروح اعمل ايه؟ هعمل السوبرفيشال تمبرال تزايد ازاي؟ ما اعرفش خالص. مفيش التيمبرال تاني قدام الودن كده وهعمل ايه؟ هحس التيمبرال ارتري وبعدين هعمل كده. مفيش تشينج في الايه؟ في الدايستول في الويف شكل الويف بتاع الدايستول. يبقى ده مين؟ ده الانترنال كاروتيد ارتري. تمام كده؟ الانترنال كاروتيد ارتري بنعلق على ايه؟ بنشوفه في كلر ساتوريشن كويس ولا ما فيهوش، بنشوف فيه اثيرومز ولا ما فيش، بنشوف الويف باترن بتاعته شكلها عامل ازاي، وبنشوف هل في فرق بينه وبين الكومن كاروتيد ولا لا. تمام. فرق ايه؟ فرق بيك ستوليك فيلوسيتي، لان كل ما يحصل ستينوزس البيك ستوليك فيلوسيتي ايه؟ تعلى شويه بشويه لغايه ليميت معين وبعدين تبدا تقل فيه. تمام. هنبص على مين؟ احنا هنا اهو وحصل بايفوركيشن خلاص صح كده؟ طيب ينفع نبص على الاكسترنال كاروتيد يمكن نشوف نفرق بينهم؟ ممكن ده يبقى الاكسترنال كاروتيد؟ اه هو ده الاكسترنال كاروتيد طبعا. تمام. انا بعمل ايه؟ انا بزود الجين بتاع الكلر علشان اشوف الايه صاحبنا دوت مين. هنحط عليه الويف باترن هنلاقيها ايه عامله ازاي؟ هاي دايستوليك فلو باترن. يعني ايه هاي دايستوليك؟ سوري هاي ريزيستنت فلو باترن. يعني في الدايستول مفيش فلو كتير. طب انا هعمل سوبرفيشال تيمبورال تيلينج. شايفين المنظر هنا بقى عامل ازاي؟ ايه رايكم في الدايستول بقى عامل ازاي؟ الدايستول قبل والدايستول بعد. الدايستول قبل اهو والدايستول بعد كل واحده انا حطيت فيها ايدي ريفلكتد في الايه؟ في الدايستول بتاع الايه؟ الاكسترنال كاروتيد. يبقى احنا عرفنا نجيب مين الاكسترنال كاروتيد والايه؟ والانترنال كاروتيد ارتري على الناحيه الشمال. طيب
ده احنا لغايه دلوقتي بفضل ربنا هاني كويس، ما عندوش مشاكل، ما عندوش اثيرومات، ما عندوش حاجه. تمام كده. هنتخيل في الناحيه الثانيه ان هو عنده حاجه، فمجرد تخيل. هنعمل ايه؟ رجعنا تاني شغلنا السوبرفيشال بروب. طب هنشتغل كده ولا هنعمل ايه؟ لا، سيتنج بتاعت الجهاز تقول لي ده انا ايه شغال ثايرويدس او شغال سوبرفيشال. فهنقول له ايه؟ هنقول له لا يا عم، احنا بنشتغل ايه؟ فاسكولار. الفاسكولار سيتنجز هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها محفوظ. طيب هو شغال في الكاروتيد جري. هنشوف اول حاجه بنعلق عليها الايه؟ الانتيميديا كومبلكس سيكنس. الانتيميديا كومبلكس سيكنس هنا عامل ازاي؟ هنقيس اهو في الوول البعيد عن البرو، وقال لنا طالع كام؟ ده نورمال ولا لا؟ طب كويس جدا. انا هوقف كده وهنتخيل ان في هنا اثيروما. يعني ايه اثيروما؟ الاثيروما ده الانترميديا كومبلكس سيكنس، ده بيزيد وبيحصل انكروشمنت لليومن بسوفت تيشو. السوفت تيشو ده ممكن يبقى نان كالسيفايد، وممكن يبقى بارشلي كالسيفايد، وممكن يبقى كالسيفايد. هنا هنتخيل ان ده ايه؟ حته فيها نان كالسيفايد اثيروما. بنقيس الاثيروما ازاي؟ بنقيس الاثيروما كده، بنشوف اللانس بتاعها وبنشوف الهايت بتاعها في اعلى حته فيها هايت زي كده. كويس. بعد ما نقيسها هنعمل ايه؟ هنروح لافين البروب تي اس عند الحته اللي فيها ماكسيمم ستينوز ماكسيمم هايت. كويس. وهعمل ايه؟ وهقول للجهاز والنبي اقيس لي ميجر اي حاجه بقى اللي هو ايه، مثلا ده الرايت كومن كارود ارتري. صح، رايت كومن كارود ارتري. هنقيس ستينوز. طريقه قياس الستينوز فيها طرق كتير جدا. ممكن نقيس بالهايت بتاع الاثيروما مع الدايمتر بتاع الارتري، وفي حاجه اسمها الايه، حاجه البرسنت اوف ستينوزس الاريا. انا بدوس غالبا اريا كده وبقول له ايه، بقول له ده الاكتيف ليومن يا عم، ده اللي شغال، ده كل اليومن. تمام. وده هو الحته دي مثلا فيها اكتيف ليومن، الحته دي اللي فيها ايه، اللي فيها فلو. وبقول له ست، يقول لي ان الستينوتك ستينوزس وصل لغايه كام؟ 58%. تمام كده. ده كله يعني ما عندوش حاجه، احنا بنتخيل ان الحته دي فيها اثيروما وانا بقيس ازاي. تمام كده. تاني هنبص تاني على الفلو. الفلو هنا عملنا ايه؟ انتيميديا كومبلكس سيكنس. هنظبط فلو، ادي الكالر فلو. تمام كده. وادي ايه ده الجري سكيل، سوري الكالر سكيل كده كويس ولا ممكن يظبط عن كده؟ ممكن نظبطه عن كده، هننزله شويه، نقول له السكيل يا عم خليه لنا حوالين 24. تمام كده. طيب الانكل ستير دي كويسه ولا مش كويسه؟ مش كويسه. طب انا هعدلها شويه، هعدلها الناحيه الثانيه. تمام كده. بقى في حاجه اسمها يونيفورم كالر ساتوريشن في الارض. تمام كده. كل اليومن مليان يا عم، ده في ستينوزس؟ لا ما فيهوش ستينوز. طيب الفلو باترن بتاعه عامل ازاي؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا ال internal carotid blue resistant flow pattern وال external carotid resistant flow pattern، وده حاجه ميكس كده بينهم. تمام كده. انا بصيت هنا كده لقيته ايه؟ اصلي البيك سيستوليك فيلوستي طلعها لي كام؟ 113 سنتيمتر بير سكند. كويس كده؟ كويس. هنروح جاري نقيس ايه؟ نقيس بتاعت الانترنال كاروتيد. انا مشيت تي اس وطلعت فوق لغايه الحته بتاعت البايفوركيشن، وبعدين هانجل الجروب كده، هيطلع لي ده واحد فوق اهو، واحد تاني لما بانجل هيطلع لي تحت. طيب اللي فوق ده مين؟ شوف كده الفلو باترن ده بتاع مين فيهم؟ ولا اكسترنال؟ ما طب انا مش عيب والله، ما هروح عامل ايه جد؟ عملنا ايه؟ تاني. في حاجه اتغيرت؟ لا. ولا لا؟ لا خالص. يبقى ده انترنال. تمام؟ تمام. هنبص على الاكسترنال، ندور على صاحبنا الاكسترنال. برضو انا مش عارف اشتغل الانترنال والاكسترنال علشان ايه، علشان
الارتفاكت اللي باين في الجهاز ده عشان الكهرباء، فاحنا هنروح جاري عاملين ايه؟ صفر مجاني للكونفكس اللي بنلجأ ليه في هذه الايه؟ في هذه الأذرة. عايزين اكسترنال، عايزين انفاسكولار، هنغير دلوقتي. دي مين؟ ثايرويد. جنبنا مين؟ انترنال جنبنا. تمام، هطلع لفوق لغايه الحته بتاعت الدارك بايفوركيشن، هنحط كلر. وقال لي ايه؟ ان خلاص الارتري الواحد بقى اثنين ارتريز. تمام كده، تمام. طيب هنعرف مين فيهم ايه ومين فيهم ايه. هنحط الفلو جري ده ايه؟ ده مين؟ تمام. وده مين؟ اكسترنال. طب انا هتاكد ازاي؟ مفيش انبولم تاني. كل خطه مني غيرت فين؟ غيرت في الداشبورد. تمام كده، يبقى ده الايه؟ الاكسترنال وده الانترنال. هنقيس بلاد فلو باترن في الانترنال، سوري عشان بلاد فلو باترن في الانترنال. هنقول له ابديت صح كده، وهنقول له كويك انجل علشان يخلي لنا الانجل 60، وهقول له اوتوماتيك ظبط لي الايه؟ ظبط لي الويف وانفرت. اصلنا البيكس ستور غلط، احنا هنقيسها بايدينا ولا مظبوط؟ كام؟ 95، والتاني كان 100 وشويه، فاحنا كده الرينج واحد تقريبا. تمام؟ طيب هنعرف هنا زي ما عملنا الناحية الثانية، نبص على الانترنال على سوري الكاروتيد والفيرتبرال، هنعرف نحط ايدنا فين؟ بصير البوردر بتاع ستيرنو ستيلو مصفايد مصر. تمام كده؟ انا على في بورده بتاع الاسترنو كيدو مصطفى مصر، وانجلت دي قدام لقيت مين؟ لقيت صاحب مدار لونه ايه؟ لونه احمر صح كده؟ ده قدام. هعدي ايدي لورا الاقي مين طلع لي؟ الاقي الفرتبرا لونه ايه؟ لونه احمر. يبقى كده في ستيل؟ لا مفيش ستيل. ايه هو الستيل؟ هنقوله دلوقتي. تمام؟ هنحط الفلو هنا كده ونقول له صناعه. ايه رايكم؟ ده اسمه ايه؟ نوع الفلو ده دول بيسموه فلو باترن. هاي داس 2. ليه هاي داس 2 في الفيرتبرال؟ لان الفيرتبرال ده انترنال كاروتيد سلايد داخل بيغذي البرين، بيغذي حاجه مهمه. فانا ما ينفعش ايه؟ ما يبقاش فلو ديورنج داس 2، ما ينفعش اوقف الفلو ديورنج داس 2، لازم يبقى فيه فلو في الداس 2 وفلو في الداس 2. تمام كده؟ ده ايه؟ ده الفيرتبرال ارتري. طيب هنبص على الكاروتيد ستين، بصينا عليهم لقينا الدنيا كويسه، مفيش حاجه في الجري سكيل، مفيش حاجه في الكلر فلو، مفيش كينوزس، مفيش ايه؟ مفيش تشينجز خالص. تمام؟ فاحنا كده يبقى هاني نورمال كاروتيد دوبلكس ستار. طيب احنا قلنا بقى اما نيجي نكومنت، هنكومنت الريبورت بتاعنا على ايه؟ اول حاجه انترميديا كومبلكس سيكنس، ثاني حاجه مفيش اتيرومز، لا مفيش كالسيفيكيشن. تمام كده. بعد كده في جدول بنحطه صغير كده بنقيس فيه ايه؟ بنقيس فيه حاجه اسمها ليك سيستوليك فيلوسيتي بتاع الكومن كاروتيد ارتري، بنقيس فيه حاجه اسمها ريزيستيف اندكس وباستيليتي اندكس، بنقيس في الريزستيف اندكس بتاع الفيرتبرال ارتريس، وبنحط فيه البيك سوليك فيلوسيتي بتاع الايه؟ بتاع الانترنال كاروتيد ارتريس. وكده يبقى فحصنا ايه؟ خلص خلاص. في حد عنده سؤال؟ ماشي. مش احمد، هو اقصى حاجه يعني الرينج بتاع البيك سوليك والانترنال المفروض يبقى قد ايه؟ مفيش كده خالص. بصي، في ارتريس بنتعامل معاها اللي هي حاجه اسمها ابسوليوت فيلوستس، وفي حاجه ريشوس. كل الارترز ما عدا 2 3 ارترز في البادي كله في الدوبلر
بندور على absolute velocity في الـ في الكومنت. طب الفرق ما بين الرايت والليفت برضه ما يزيدش عشان ما بقاش فرق كبير ما بينهم. اه بالظبط كده، انت بتتكلمي على الفروقات. هو الفروقات ديت مهمه جدا في حاجات كتير جدا. تمام، بصي حاجات الارقام انا بكتبها في الريبورت بتاعي دي ستاندرد. تمام كده، فما بقيت هو تقريبا اكتر من 15 سنتيمتر من 15 30 فرق تقريبا، بيقول لك ان لا دوري على حاجه في سيجنيفيكانس الحاجه. زي مثلا لما بنيجي نعمل ايه، لما بنيجي نعمل شانت مابنج بالجهاز الضغط، لو في فرق اكتر من 30 مليمتر ميركوري بين الناحيتين، لا الناحيه القليله ما بنعملش عليها اصلا، بنعمل في الناحيه الكويسه. تمام، فاحنا بس عشان نبقى فاهمين الابسوليوت فيلوسيتيز ديت ما لهاش شغل كبير في الايه، في الـ في الـ في الدوبلر. احنا اغلب شغلنا بالايه، بالريشوز، الباسيليتي اندكس، الاندكس البيكسستول، بيكسستول كومن كاروتيد على بيكسستول انترنال كده يعني. تمام، بس فكل ده ريشوز. تمام، فبس احنا عايزين بس حد يبص لنا على الفيرتيبرال ناحيه يمين. مين جاي؟ حد هيجيب لنا الفيرتيبرال ناحيه يمين؟ حد مين مش عندنا في الاسم؟ اللي مش عندنا في الاسم يوسف. هنبص هنا كده عشان نبدا نحكي. بتدور على ايه؟ تقفل الكلر؟ حاضر، انا هي الاثنين. فين الكلر ده؟ قفلنا كده. انت هنا الاس وعملنا ايه؟ ورا وسير البورده بتاعت سيرنا في ايده مسطره. تمام كده؟ نحط الكلر. تمام؟ وانجل قدام. انجل قدام. لا انا خليني استر ستيب انجل قدام وريني الكومن كارو. اه شفت بقى، ايه رايك انت كده؟ انت كده لورا خالص. فانت ايه، فانت شايف الفلو باترن، شايف الكالر ساتوريشن بتاع الفيرتيبرال. ماشي، لونه احمر. تمام كده، يلا وريني بقى الانترنال كاروتيد وانت سوري الكومن كاروتيد وانت موجود. سيب الفلو، سيب الكالر بس في نفس الايه، في نفس، وانت ما حركتش ايدك خالص. هنحرك ايدك سوينجينج ورا سوينجينج لقدام، نلاقي ايه؟ نلاقي نفس الكلر. عرفنا ان مفيش ايه، مفيش حاجه اسمها ستيل. هنقول يعني ايه ستيل دلوقتي. تمام، حد تاني يا جماعه يورينا ال، يورينا الفيرتيبرا الناحيه الثانيه كده. تعالى دكتور. جنبك الجلوب زي ما انت شايف. فروزن، هو فروزن دي فروز وعامل اللي انت عايزه. بص فوق هنا، بص يا باشا، خلينا ميد لاين، خلينا ميد لاين تي اس ميد لاين، وينزل من فوق لتحت، من فوق لتحت. تمام كده، انا هقفل بس الكلر. لا لا لا، خلينا ميد لاين، ميد لاين. ظهر لنا ايه؟ الثايرويد، لوب اند ليفت اوف ذا ثايرويد، ودي الايه الاسم. تمام كده، تمام. لو عايزين نبص على الرايت كاروتيد شيس، هتجيب ايدك ناحيه ايه سنه صغيره، زحلق ايدك، لقينا ايه؟ الكاروتيد شيس. لف دقنك هناك ايه؟ خلاص، ثبت ايدك هنا كده. تمام كده، وهات ال اس، ال اس سنه. لا بص 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 بص، وانت بتحرك ال اس خلي ايدك ثابته. تمام، الفيو ما يروحش منك. لف بقى سنه سنه والارتري معاك. في قاعده مهمه جدا في الالترا ساوند، اف يو بريس يو مس، كل ما نضغط
كل ما مش هنشوف حاجة. تمام كده؟ انت خلي ايدك خفيفة على قد ما تقدر. ما علينا. طيب انت هنجيب البروب بس هنا كده عند الاسترنو مصايد مصر ورا البوستير بوردر وده استرنو ايده مصايد مصر. تمام كده؟ وهنأنجل لايه؟ لقدام. حط الكلب، حط الكلب. سوري. ثانية. ده البارد. This is the card. تمام كده؟ انت هنا هو ثبت ايدك على البوستيرور برضه بتاع كليرنس ايدك الاسترنو مصفاي. تمام؟ هنأنجل لقدام. هيطلع لنا مين؟ صاحبنا ده. صح كده؟ ده الايه؟ كومن كارد. وانت مكانك انجل لورا سنه سنه. هتلاقي مين بيطلع؟ لا احنا كده. ثواني. ممكن ننزل كرسي شوية. ثانية دكتور. كنت بريس يا دكتور، كنت بريس. قدام سنة كده بالروح اهو ثانية احنا ورا خالص بس هو صاحبنا هنا كده دكتور دونت بريس لو سمحت. طيب ممكن يكون انا مش شايفه عشان حاجة في حاجة غلط انا عاملها انا مش شايفه. ممكن يبقى حاجة اسمها الكولر جين قليل فانا مش شايف كولر. ممكن يبقى الستيف. ممكن يبقى في حاجه اسمها الرينج اللي انا مش شغال اللي انا شغال فيه. يبقى الرينج اللي انا شغال فيه اعلى من الفلو بتاع الفيسل فيلوسيتي بتاع الفيسل فانا مش شايفه. تمام كده؟ فانا هعمل ايه؟ هقلل السكيل شويه. تمام كده؟ زي الكلام وبس. ادينا بقى تاني. بص خليك معايا. بص ازاي؟ سيرنا في دوما سايد مصر. انا ورا البوستير بوردر بتاعهم انجل قدام. بص يا دكتور انا مش ضابط خالص. تمام كده؟ ده الكومن كارد. هنجل لورا وانا واقف في مكاني. المفروض يطلع لي صاحبنا اهو ضابط. تمام؟ وانا مكاني. يلا تاني نحاول محاوله كمان. ورا الفيرمو في المصفى وهنأنجل لقدام وهنأنجل لورا. انت كده بتأنجل. بالظبط شوف وانت مكانك كده. دونت بريس انت ضغط جامد. لا انت كده بعدت جدا. تاني دكتور بص عليك انا مش ضغط خالص انا هنا تمام جاست انا بقى انجل قدام بلاقي صاحبنا ده ظهر لي لا إلك على زي ما نعم ده التاني ده التاني ظهر اهو. تمام يبقى في واحد بيظهر لما بانجل قدام والتاني الافندي جاست سوينجينج لورا بلاقي الايه بلاقي الفرتبرا وطلع لي في نفس البلاي. تمام بره طلع اول مره كمان اخر مره ورا حط بروبك هنا ده بريدان كاروتن سوين بالراحة دونت بريس. تمام وزعلان منك مش انا اللي زعلان منك هو طب انت يا باشا هنا تعالي اتنوري في صوت الصورة؟ مسجل عليكي كل حاجة يعني انا مش داخل دلوقتي ولا لسه؟ اطلعت يا احمد بيسجل كل حاجة خلاص انا كويس عيني حد عايز هيجي بص بص باشا اشرب معاك حقا ولا لازم بعد اسم تعالي ما يبقوش احنا صوتي هنا بتتصل بيها والله دكتورة حط
حاطه ايديها على البوستيرور بوردر بتاع ستيرن كيلو ماستايل تمام كده. وانجلت قدام لقيت مين طلع الانترنال جاجولار فين ومعاه الكومن كاروتيد ارتري والفلو فيه ايه جاي ناحيتنا لونه احمر عشان نقول فيه ستيل ولا مفيش ستيل. بعد كده هنانجل سنه لورا واحنا مكاننا. مش هتضغط على حاجه يا دكتوره. حط جيل يا دكتوره, حط جيل كل الاسود اللي فوق دوت علشان ما فيش جيل بينك وبين العين. حلو جدا. بالراحه خالص. يلا الحمد لله. هنجي كده مش هتصور. انا جايبين احسن اجو انا اهو وانا ماكينه انك على الشاشه اهو فخدنا ايه ثانيه تمام كده ثانيه نور اهو اللي فخدنا هنا اول ما شفت الكاميرا شاطه عندي الرايع بس سنة سوات مرضونا مرضونا صح ابنها صح كده بس تمام. انا هاخدهم منك دقيقتين بالظبط. هنتكلم كلمتين بنشتغل ناخد لا خلاص انا خلصت. احنا بقى مهم عندنا تاني واحنا شغالين. هاني شكرا يا هاني. ممكن بس حد يوقف يدي لهاني منديل وشوف بقى لو انت رحت تجيبه تاني. احنا في حاجات بتلخبطنا كتير زي مثلا ايه زي مثلا في ارترز بيبقى فيها كام تمام كده في الماكس في الماكسيموم في الماكسيموم كيك كده بالبلاف لو دي شويه تمام كده ده اكسبت. تاني حاجه ممكن تلاقي تربلنت فلو يعني برومو تمام برضو ده عادي جدا مع كيك. في حاجات ثانيه لازم نكومنت عليها في البليك اللي موجوده. البليك اللي موجوده دي احنا قلنا ايه بنقيس اللينس بتاعها بنقيس الهايت كويس بنعلق على حاجات ثانيه او بنعلق على حاجات ثانيه. اول حاجه فيها كالسيفيكيشن ولا ما فيهاش. تاني حاجه فيها السموث بتاعها الوول بتاعها او السيرفس بتاعها سموث ولا ريجولر ولا ريجولر ولا في مشكله. تاني حاجه في حاجه اسمها السر ولا ما فيش. ايه الالسر؟ الالسر ديت جزء من السيرفس بيبقى فيه ديفكت تمام كده فبيعمل الالسريشن اوف ذا ايه اوف ذا سيروم. الالسر بتاع الاسيروما دي اكتر حته في الدنيا ممكن يحصل عليها ايه ممكن يحصل عليها ترومبس وشاورنج تمام كده يحصل ترومبس وشاورنج. فالالسريتد ترومبس دي تبقى اخطر بكتير من الايه من السموث ترومبس ومن الكالسيفايد ترومبس تمام كده. ليه هي ليها اتنين افكت. هي الاسيروما بتسد البلاد فلو وهي ليها افكت تاني انها بتبعت ايه شاورز ان بلاد. يبقى علقنا على الكونسيستنس بتاعتها بتاعت الاثيروما دي كلها هايبوكوك ولا فيها كالسيفيكيشن. وعلقنا على السايز بتاعها وعلقنا على السيرفس وقلنا ازاي هنعرف الحته الاستينوزس دي عامله استينوزس قد ايه. بنقيس ايه تاني؟ بنقيس حاجه اسمها بيك سيستوليك فيلوستي عند الايه عند الماكسيمم استينوزس تمام. هو المفروض بيبقى دبل مع 50% استينوزس يعني بيك سيستوليك قبل الاستينوزس وقت الاستينوزس بيبقى قبل الاستينوزس. مثلا لو البيك ستوليك فيلوستي 50 هنلاقي عند الاستينوزس لو هو اكثر من 50% 100 مثلا تمام كده. وبيفضل يعلى لغايه ما يبقى سيفير استينوزس. في السيفير استينوزس البيك ستوليك ايه فيلوستي بتقع تاني بتقل تاني تمام. فهو لو حوالين مثلا 95% ارتر استينوزس يبقى الفلو فوليوم اوف بلاد اللي بيعدي من الاستينوزس قليل فالبيك سيستوليك فيلوسيتي بتقل.
تمام. بنعلق على حاجه تاني في الاثيروما تقريبا، دول اللي بنعلق عليهم في الاثيروما تمام. الفيرترال ارتز على الناحيتين المسموح ان واحد فيهم يبقى ريزيستنت اندكس بتاعه عالي شويه، ده بيسموه نون دومينانت ارتي، لان واحد فيهم غالبا بيبقى دومينانت سوري الريزيستنت اندكس بتاعه بيبقى اقل من 7/10، والناحيه الثانيه ممكن يبقى الريزيستنت اندكس عالي شويه صغير. بس الستيل احنا عندنا ايه؟ عندنا احنا لسه بنقول ان الانترنال كاروتيد ارت سوري الكومو كاروتيد ارتس بيطلعوا منين؟ اللي على اليمين واللي على الشمال. تمام. احنا كل سيركيليشن جوه البرين في سيركل اوف ويلز، فكله قريب من بعضه وكله بيعمل باي باس. لو حصل اي سينوس بيعمل، يعني ممكن في ناس عايشه بواحد من الانترنال كاروتيد ارتس مقفول، ومش كده كمان، ده هو لو هو فيه اثيرومز كتير ومش هنعرف وكالسيفايد ومش هنعرف نسلكها وبتبعت كل شويه شعر الكونجلاي، هم بيدخلوا الفلو ليه؟ علشان الشانتنج اللي موجود ده. فكل الارتس يعني فالستيل بيحصل ايه؟ بعد ما يحصل بعد ما يطلع الانومنت تمام؟ يحصل استينوزس في الارش اوف اورتا تمام كده؟ فالفيرتبرال اللي ناحيه الشمال يملى ريتروجريد، فيبقى الدايركشن اوف فلو بتاعه عكس تمام. فاحنا ما بنعرفش الكلام ده الا ايه؟ بنسسبكت. احنا عملنا الفلو كده في الانترنال كاروتيد لقيناه زي الفيرتبرال، لقينا زي الفيرتبرال، فما فيش ستيل، فما فيش ريفرسال اوف فلو تمام كده. انما انت لو في ريفرسال اوف فلو سسبكت بقى ان ممكن يبقى فيه ايه؟ سب سورت اوف ستينوزس او اوكلوجن في حته من الارش هي اللي عامله الكلام ده. بتريكومند بعد كده العيان يعمل سي تي ارش تمام. في حاجه تانية نسال عليها؟ شاكرين جدا.